السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات. لازلنا في إطار الحديث عن المفهوم الأول من مفاهيم مجزوءات المعرفة، وهو النظرية والتجربة. قلنا بأن السؤال الكبير والعريض الذي يؤطر هذا المفهوم هو كيف تبنى النظريات العلمية. سنجيب عن هذا السؤال من خلال المحور الثالث المعنون بمعايير علمية النظريات العلمية. إذا شفنا في المحور الأول على أن النظريات العلمية تبنى بواسطة تجربة، في المحور الثاني تبنى النظريات العلمية بواسطة العقل. الآن سنتعرف على معايير أخرى من خلالها يمكن أن نبني النظريات العلمية أو نتحقق من علمية النظريات العلمية. الهدف من هذا المحور هو أن نتعرف على المعايير التي من خلالها يمكن أن نتحقق من علمية النظريات العلمية، لأنه ليست جميع النظريات علمية، فهناك من النظريات ما هو علمي ومنها ما هو ليس علمي. ونحن سنحاول أن نتعرف على المعايير التي نتأكد من خلالها من علمية نظرية ما. إذن كما شفنا قلنا غادي نحاول نجاوبوا في هذا المحور على هذا السؤال، ما هو المعيار المناسب للتحقق من علمية النظريات العلمية؟ شفنا في المحور الأول التجربة باعتبارها معيارا من معايير علمية النظريات العلمية مع كلود برنارد ورينيتون. ثم في المحور الثاني شفنا المعيار الثاني اللي هو العقل مع كل من محمد أرغون وغاستون باشلار. الآن في هذا المحور هذا غادي نتعرفوا على معيار جديد اللي هو معيار النقد عند الحسن بن الهيثم. إذا لاحظوا معايا مزيان، ها المعايير عندكم. يمكن لي في هذا المحور هذا نخدم بالمحور الأول تجربة وتجريب، يمكن لي نخدم بالمحور الثاني اللي هو العقلانية العلمية، ويمكن لي نستعن بحسن بن الهيثم من خلال معيار النقد، أو كارل بوبر من خلال قابلية التكذيب إلى غير، أو إينشتاين من خلال العقل إلى غيره من المعايير التي يمكن التأكد من خلالها من علمية النظريات العلمية. باختصار ابن الهيثم يقول بأن الإنسان اعتاد على التصديق بأقوال العلماء، ولكن هل كل ما يقوله العلماء يكون دائما صحيحا؟ وهنا غادي يعطينا المثال ديال بطليموس. يقول بطليموس عالم كبير مشهود له بذلك، وعلمه غزير ومنافعه كبيرة، ولكن هل علم بطليموس كله صحيح؟ هنا يجيبنا حسن بن الهيثم ويقول لا، ليس كل ما هو موجود في علم بطليموس هو صحيح، ولكن لكي نعرف ذلك يجب علينا أن نتسلح بمعيار النقد، أن نتسلح بمعيار النقد. فمعيار النقد من خصائصه حسب ابن الهيثم أنه معيار لا يحابي ولا يجامل أحدا، لا يحابي ولا يجامل أحدا، بل هو معيار يمكننا من معرفة الحق من الباطل. فإذا كان كلام العالم صحيحا أخذنا به، وإذا كان كلام العالم خاطئا نبهنا الناس إلى خطئه ووضحنا مكامن الخطأ في هذا العلم. احنا كنعرفوا في المجتمع ديالنا نتقبل كل شيء، وراه قال العالم الفلاني هذه المسألة، وراه قال الفقيه هذه المسألة، وراه قال فلان هذه المسألة، ونصدق ذلك، وبالتالي نقع في المآزق والأخطاء. ولكن عندما نعتمد المنهج النقدي أو المعيار النقدي عند ابن الهيثم فإننا نتفادى الوقوع في الخطأ. إذن هنا كيعطينا هو المثال كما قلت لكم ديال بطليموس، ويقول بأن بطليموس ارتكب مجموعة من الأخطاء ويجب علينا أن نكشف عن هذه الأخطاء، لكن لا يجب أن ننكر فضل وعلم بطليموس. إذن إلى هنا أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم الفكرة الخاصة بالمحور الثالث الذي هو معايير علمية النظريات العلمية. إذا عندنا معيار التجربة، يمكن لك تخدم بفلاسفة تجريبيون أو العلماء الذين يعتمدون على التجربة، يمكن لك تخدم كذلك على العلماء الذين يعتبرون العقل هو المعيار المناسب للتحقق من علمية النظريات العلمية، ويمكنك أيضا أن تستعين بموقف الحسن بن الهيثم الذي يتحدث فيه عن معيار النقد. إذا ما بقي لي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.